بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نهارت غنى الاجتماع لإقليم دريوش بدو دير مقر من الحزب تجمع الوطن الأحرار، واللقاءات تاع غاس التمثيلية الإقليمية الشبه التجمعية بالإقليم، وتوغات لقاء للتواصل كمجموعة من الشباب دريوش، يوجد خاصة لقاء يوجد كيجن ظرفية مهمة، لأنه نسوجد مشا نشارك بالجامعة الصيفية غيرين بشان تسعى بمدينة أكادير، وبالتالي تغى الموضوع أن الجامعة حاضر بقوة بالنقاش تغى جان في الجهوي التمثيلية الإقليمية للشباب المشارك للقاء. نتهيأ مشاتي للمشاركة من جهة الشرق عامة وإقليم دريوش خاصة، تهيأ مشاركة متميزة كما كانت في الجامعات الماضية، خاصة وأن الجامعه وسوسا تتناول مواضيع جد مهمه، وكذلك بسيرين ورشات جد مهمه، وبالتالي التواصل انساس ديال الشباب المشارك دي الصوره الجامعه مشاتير جلسه الافتتاحيه مش غير الورشات مش غير التوزيع في الورشات، وما حنت كذلك الشباب توزعهم بشكل جيد في الورشات، ودايرين شباب مساهم بالنقاش، شباب يستفيد من العروض اللي غيتقدمون، وكذلك يفيد من خلال المشاركه الناس بالمناقشه غيرين بالورشات. ايضا نتناول مجموعه من المستجدات تاع الساحه، خاصه وان اليوم الحزب يتقود الحكومه بظروف جد صعبه، وبالتالي نساس الشباب بالصوره خل المجهود الحكومي والظروف تواجه، وكذلك الالتزام بمسجه البرنامج الحكومي. وكذلك نتفق الشباب التمثيليه الاقليميه بكل جهوي انه مباشره اواني العوده للجامعه الصيفيه، ادير اللقاء الاقليمي لتجديد التمثيليه الاقليميه لدريوش. يجا ان شاء الله تشكل لجنه انطلاقه محمد، ديناميه الاحرار تستمر، خاصه وان الشباب الاقليم دريوش شباب نشيط متعطش نوعا لقاءات وكذلك التاثير، وبالتالي فالشبيبات التجمعيه زي الاقليم دريوش نهارها تؤكد بانها تواصل ديناميه القرب، ديناميه الانصات، ديناميه التواصل. اك الشباب ما حنت نحاول نساهم بشكل جماعي ديبلوارات مجموعه من التصورات، مجموعه من الاقتراحات، مجموعه من الحلول للمشاكل اللي تعيش الشباب الاقليم، سواء ما يتعلق الشغل، ما يتعلق سلو الجنسيه، الخدمات الاساسيه، المرافق الرياضيه، الترفيهيه الى غير ذلك. وبالتالي ان شاء الله نهار يعني الشباب المشارك يؤكد الحماس الناس للتعبئه، الناس باش يساهم لانجاح ديناميه الاحرار في المرحله المقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. رواد موقع اصوات الدريوش، الاخ ميمون بوعزتي، اليوم كان نشاطا مغاير عن المعتاد. اليوم جئتكم بقبعتي السياسيه. كان مؤتمرا صغير تحضيرا للجامعه الصيفيه التي ستقام باكادير يوم 29/2022 ان شاء الله، تخص الشباب الاحرار المنخرطين معنا الجدد والقدماء. طبعا كان تدشينا للصوره ديال المرحوم السيد محمد البوكيري الله يرحمه برحمه الله في ذكرى وفاته الثانيه، زعيم قبيله بن وكيل، افتخر به وان شاء الله متواه الجنه يا ربي. كان حضورا وزنا للشباب منخرطون وفعالون، وجاو يتناقشوا معنا ان شاء الله، وعطيناهم زعما شنو هما النقط الاساسيه اللي خصهم يمتثلوا بهم داخل اكادير باش يمثلوا اقليم دريوش احسن تمثيل، وتكون عندنا شبيبه كفؤة وتترافع عن الاقليم، تترافع عن مشاكل الاقليم، وتترافع عن مشاكل المدينه بالخصوص. ان شاء الله غادي تكون محطه حافله بالمفاجات، وان شاء الله لنا مستقبل واعد مع هذا الشباب، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهار التمثيليه الاقليميه للشبيبه التجمعيه باقليم دريوش تعقد لقاء تواصلي بين رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية الأخ محمد تحتوح، يكل مجموعة الإخوان يتمثل مجموعة الجماعات، يقوان انداح ذي في إطار الحضور ذي الجامعة الصيفية غير عقد ذي أكادير بداية شهر شتنبير. اللقاء تغادي يسجل مجموعة التوجيهات، ما مش غيرين الأمور التنظيمية، ما مش غيرين الاستعدادات، مش غير تقسيم الورشات، ما مش يعني اللقاء أواني تيتوغا تنظيمي أكثر مما هو لقاء يعني الناس وني مستقبلا ندير اللقاءات ليست يعني دورة تكوينية لفائدة الشباب. كذلك تغادي يجن الفرصة أنه أنصنت الهموم من الشباب من الإقليم، الاقتراحات إنسان، الآراء إنسان،
ونتمنى ان شاء الله من بعد الرجوع النغسي سي محطن اكادير ان نعقد لقاءات محليه من اجل تاسيس فروع للشبيبه على مستوى الجماعات، وكذلك الاعداد لجي المنتدى ادير منتدى اقليمي للشبيبه التجمعيه باقليم الدرويش. شكرا والسلام عليكم.